مرحبا بكم متابعين الأوفياء. موضوعنا اليوم: كيف أعرف أن الدورة الشهرية متأخرة وليس حمل؟ هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى تأخر الدورة الشهرية، ومن بينها القلق والتوتر، بالإضافة إلى التغيرات الهرمونية والمشكلات الصحية وغيرها من الأسباب. هناك الكثير من العلامات التي تشعر بها السيدة في فترة ما قبل الدورة الشهرية، لكن هذه العلامات تضعها في حيرة، حيث تتساءل هل هي أعراض حمل أم أعراض دورة شهرية. عند الحمل تشعر السيدة بآلام وأوجاع في الصدر نتيجة حدوث ارتفاع في معدل هرمون البروجستيرون، وتبدأ آلام الثدي قبل موعد الدورة الشهرية بأسبوع، ويبدأ في الزيادة بمرور الوقت مع حدوث تغيير في لون الهالة المحيطة. أما في حال اقتراب موعد الدورة الشهرية، يبدأ الآلام في الاختفاء بصورة تدريجية مع عدم وجود أي تغيرات في حجم الثدي. كذلك عند الحمل تكون انقباضات البطن حادة وتتكرر بصورة دائمة، مع الشعور بثقل في البطن والشعور بالغثيان. أما في حالة الدورة الشهرية، تبدأ الانقباضات قبل موعد الدورة بثلاث أيام، وتنتهي تدريجياً مع نزول الدورة الشهرية. عند الحمل تشعر السيدة بالتعب والإعياء الدائم وضيق في التنفس. أما في الدورة الشهرية، تشعر السيدة بالأرق وآلام المفاصل والعضلات. هناك الكثير من الأسباب لتأخر الدورة الشهرية لا تتعلق بالحمل، مثل الإجهاد أو الضغط العصبي. عندما تواجهين إجهاداً مزمناً أو شديداً، يمكن أن تتداخل هرمونات مثل الكورتيزول مع الدورة الشهرية. كذلك زيادة أو نقص في الوزن يمكن أن تسبب اختلالات هرمونية، فكثير من الاستروجين أو القليل منه دورة شهرية متأخرة أو مفقودة. كذلك متلازمة تكيس المبايض، وهي حالة يمكن أن تسبب دورات شهرية غير منتظمة، لأنها تؤثر على الطريقة التي تخرج فيها البويضات من المبيض. أيضاً وجود مشاكل في الغدة الدرقية، سواء كان كسل أو نشاط في عمل الغدة، مما يؤثر على انتظام هرمونات السيدة. كذلك الإصابة بمرض السكري يؤدي إلى تأخر في نزول الدورة الشهرية.